السلام عليكم. كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا الان في مدينه مراكش، تحديدا في الدخله ديال مراكش، في قلب الفاجعه. هنا لقينا بزاف ديال السكان اللي كينعسوا هنايا في الطرقات في الدخله ديال المدينه. لقينا بزاف ديال الخيام، لقينا ناس كتفترش الارض هنايا وناعسين، عائلات، بزاف ديال الافراد خاو المدينه وجاو في حالهم هنايا. هاد فحال نقول لك ان هذه المنطقه اللي هي بعيده شويه على البنايات، تحسبا اي حاجه تقدر توقع، وهذا او ربما كاين بعض الناس فقدت السكن ديالها ويمكن جات تلتجا لهذا المكان. هذا اول مره كنعيشوا هذا الحادث بحال هذا. سبق وقعوا زلازل، ولكن هذا خلى واحد الماساه كبيره. دخلنا هنا في المدينه كنلقاو بزاف ديال الناس، كل واحد فينا عاس، يعني صراحه واحد المشهد بترحم الاخوه اللي افتقدناهم، نحتسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك الجرحى. كنتمنى ان شاء الله يا ربي الشفاء العاجل.